الوجبة الغذائية صار 6 شهور من استلمها هذا وزير التجارة الجمهوري لحد الآن ماكو وجبة غذائية، يعني الإنسان الفقير والإنسان المعوز واللي ما عنده يشتري نعم. الشكرات، يشتري التمنات، يشتري الدهن، يعني شنو هذا منين يجيبها؟ نعم. يعني هاي المليارات جاية تصرف البطاقة التموينة، وين جاي يصير؟ أنا هسه متعجب، وين جاي تروح؟ غير اكو مسؤولين جاي يحاسبون، اكو رقابة جاي تحاسب، شنو المواطن ذنبه؟ وجبة غذائية ما عنده. إلى السيد رئيس الوزراء وإلى السيد وزير التجارة، يعني إحنا نلاحظ بهاي المناطق الحصة التموينية تمثل الشريان الأبهر لهم، يعني شريان الحياة بالنسبة لهم، لأن الوضع المعيشي الوضع الاقتصادي لهم كله صعب، بالتالي يعولون دائما ويعتمدون على الحصة التموينية. يعني جزء البعض المناطق وضع الاقتصادي أفضل ما يهمهم، لكن الآن كلها تطالب بالحصة التموينية، على وزير التجارة، على شركات وزارة التجارة، على إنصاف الناس وأعطاهم استحقاقاتهم. نشوف إحنا كل وزير تجارة يجي ما شاء الله، وزراء التجارة المتعاقبين اللي فشلوا بمهمة إدارة وزارة التجارة، كل واحد يذب الصوش على سابقي، ملفات الفساد اللي ظهرت بوزارة التجارة سابقا وغيرها وغيرها، وأيضا شركات وزارة التجارة اللي كانت شركات رابحة صارت خاسرة بظل هذه الإدارات. نتمنى من السيد وزير التجارة أنه يتابع قضية الحصة التموينية، خصوصا لهذه المناطق، هذه المناطق اللي تعيش وضع اقتصادي متردي، والناس ما عندها أيضا ما عندها سيولة تشتري من تشتري من الأسواق. هسه اللي عنده يقول لك أنا شو أسوي بيها، ألزم سرة وطالب، لكن إنه الناس ما عندها. فنتمنى يا وزير التجارة، قرب حياك الله أبويا.